بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نشرح متن مختصر يسمى متن القواعد الأربع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ده قواعد الأربعة سلور قواعد داغيم متن في كم ده غشر حكوا إن شاء الله. لماذا ندوس القواعد الأربعة؟ قواعد الأربعة ولمن قوايو؟ نصيحة العلماء. زكاة علماء ودي ما دي نصيحة كده دي. وحتى نرد على بعض الشبه التي يأتي بها أهل الشرك في زمانه. وده دي ده بارا وايو چه أهل الشرك چه بدي وقت أغيت كم شكونا وشبهي بايدا كيد أغي جوابكو. نعم هذا المتن نستطيع أن نقسم هذا المتن إلى ثلاثة أقسام. ده متن دري قسمونه باندي تقسيمي ده لشي. المقدمة. مقدمة. وفي هذه المقدمة أسباب السعادة. فده مقدمة كده خوشبختي سعادات أسباب ذكر دي. نعم. ثم لماذا ندرس التوحيد؟ بيا ولي توحيد وايو. ثم القواعد الأربع. تغينا رستو سلور قواعد دي. نعم. هذه المتون العلمية أوصى بها العلماء. دا علمي متون جي كم دا علماء وبدي باندي وصيت كده دي. نحفظ هذا المتن وندرس هكذا حتى نرتقي في العلم والله أعلم. دا يادو أو وايو تردي بورج مخك خلقه تهم ورسيجي.